Good morning everyone, I'm in Paris. أنا بالرو دو لا باي. ليه بيقولوا باريس عاصمة الموضة؟ لأنه من هون من الرو دو لا باي طلقت الموضة. كلنا بنعرف إنه فرنسا مرقت بكتير عصور، كان في عنا لرونيسانس، كان في عنا لوباروك، وكان في عنا الفيكتوريا، يعني أكيد بيناتهم في كذا تسمية تانية. بالفيكتوريا عام 1858 كان في خياط اسمه تشارلز فريدريك وورث قرر انه انا ثيابي بدي احط عليهم ليبل، بدي كل العالم يعرفوا انه هيدي ثيابي من ثياب غيري، وبدي لدعم كمان يعرفوا انه انا هيدا الفستان مخيطينه عندي وهيداك الفستان عند غيري لانه انا عندي في ليبل. كان اول انسان تشارلز فريدريك وورث بحيك ليبل باسمه كاتب عليها تشارلز فريدريك وورث ريو دو لا باي باريس. ومن هون قرر كمان لما شاف انه هيدا الشيء نجح معه قرر يتبع استراتيجية تانية، انستد من انه يخيط قماشات يجيب قماشات ويخيط فساتين ومعقول المرة ما يعجبها الفستان ومعقول المرة تحبه للفستان، فبما انه البورجوازي كلها تبع فرنسا كانت عايشة بباريس، مين بيقول له انه مين بيجبرهم لياخذوا للفستان؟ كان كثير كثير يوقع بخساير، هذا الشيء ما كانوا يحكوا عنه بهيداك الوقت، كان يبقى عندهم فساتين النسوين ما حبوهم لما خلصوا باريكزوم. كرمال هيك قرر هدول القماش اللي عنده بالوقت اللي سموه الاتاف، قرر انه سيز اتاف يجيب امباد يرسمهم، لانه بهيداك الوقت كان دارج انه امباد يرسم على يرسم لدام ويرسم نسابين، فصار يرسم لدام افيك هدول الزيتوف تبع تشارلز وورث. صار تشارلز وورث ياخذ كل هالالستراسيون يلي اليوم اسمها سكتشز، ياخذ كل هالالستريشنز ويفرجيهم او كل هالبينتينجز كمان بيفرجيهم للدام يلي هن زبوناته. وهيك بلش صاروا يسموه اول كوتوريه ديزاين، وهيك بلش الفاشن ديزاين، بلش الديزاين وبلشوا يرسموا، اند ذن صاروا الخياطين هن يتعلموا الرسم وصاروا يرسموا، بو ا بو مشيت الموضه وبلشت بباريس تحديدا بالريو دو لا باي. لاقونا بغير ابيزود لحتى نحكي اكثر عن الفاشن ديزاين وعن الايستوار دولار بهيداك الوقت. ثانك يو.